ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر. ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر. دايب في سحر بنات وسك الله عليك يا اسكندرية، بالبحر رايحة من البحر جاية. الله عليك يا اسكندرية، البحر رايحة من البحر جاية. لما الصبايا عالصهبجية، لما الصبايا عالصهبجية، جماعة فرعون على بوسة. البحر وسط، البحر وسط، الصيادين وسمك بوسة، سمك بوسة. في اسكندرية ابو اسكندر بدع الضواحي والبندر، في اسكندرية ابو اسكندر بدع الضواحي والبندر. فيها الحواري بالمساكين، وفيها جنة راس التين. فيها الحواري بالمساكين، وفيها جنة راس التين. وفيها فوق الشط زغابة، فيها عد الرمل تياب. الابتسامة الكذابة أنبها في الناس، أنبها في الناس مغرور. وفيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها، وفيها ريا وقلبشها موال جرحها وخربشها. وفيها السيد درويشها لونها بالصوت والمنظر. الصبح جنية مية، والظهر سمكة بطية، والعصر نعمة ولعبية، والليل عريسك، الليل عريسك يا عروس. المحروسة، المحروسة، بالصيادين وسمك بوسة، سمك بوسة. يطردونا ليه من البيت؟ قال ايه يا اختي؟ سي محمد جوزي ما بيسدش الايجار. امال يا اختي الفلوس اللي احنا بندفعها له دي بيوديها فين؟ ايوه ده انكسر عليه بس ايجار 6 اشهر. يخرب بيته يا اختي، ده كان بياخد مننا الايجار كل اول شهر، كان بيهبب بيه ايه؟ جرايا سكينه، الراجل يا اختي كان عنده مصاريف كتير وما بيشتغلش. يا عيني مصاريف كتير، مصاريف على المنزول والمنقوع والافيون اللي بيتعطاه. نروحوا فين بقى دلوقتي؟
ماني هقولك، ما هو عمل اسمه ايه ده اشكال في المحكمة للناس صحاب البيت عشان ما ينفذوش الحكم. الهي ما يوعوا، ما ينروح بقى نأجروا منهم ويبقوا هما بقى يستفلوا مع جوزك. لا، ما هم عايزين يخلوا البيت ويأجروا الواحد بس يكون مقتدر. طب يعني ايه، ندوروا على مطرح تاني ولا ايه؟ متستني يا سكينة، مش يمكن الحكم يبقى فيه خير؟ خير؟ هو انت يا اختي يجي من ورا وشك خير؟ انت وصخام البرك جوزك ده. ما تلمي نفسك يا مارا، خلي الطبق مستور. قصدك يا سيدة؟ قصدي انا شايفة وعارفة. شايفة وعارفة؟ شايفة ايه وعارفة ايه يا مرانتي؟ شايفة يا اختي الرجالة اللي داخلين خارجين عندك، وقال ايه كل واحد فيهم جوزك. انا حرة يا حبيبتي، ما حدش له عندي حاجة، واللي مش عاجبه يبقى يشرب من المالح. طبعا حرة، ما هم اللي اختشوا ماتوا. ان ما كانتش بس دماغي مطبلة وعاوزة نروح ونوزنوها في الخمارة، انا كنت عرفتك مقامك يا ولية يا حشرية انتي. وجاي على نفسك ليه يا حبيبتي؟ ما تيجي توريني دلوقتي، ما هدي اخرتها بعد ما سكناكي وسطرنا عليكي جاي تعلي صوتك عليا. خلصت حاجتي من عند جارتي. انا برضو مش هنرد عليك وحنسيبوكي كده تهري وتنكتي في نفسك. بالاذن يا حبيبتي، ما نعطلكيش. يا ريت سكينة تعزلي وتسيبي المطرح ده يغور. ايه اللي مش عاجبك فيه بس يا عبدو؟ ريحه كده تقيل على قلبي. يعني لو عزلت هتيجي تسكن معايا؟ مش لما تجيبي المطرح الاول. أني لقيت المطرح في بيت أبو المجد. ده فين ده؟ في الحارة بتاعتنا بس في الصف التاني، وقريب من بيت الجمال. المهم يا حبيبتي ما يبقاش فيه وارش عشان ما يقعدوش يقرفونا كل شوية. هما كاتين، الكات الأول ساكنة فيه واحدة في حالها، والتين كده ما نعرفوش عنهم حاجة، والكات التاني واخدها الست نازلة أبو المجد صاحبة البيت، ما سمعناش حسها أبدا يا أخويا. المهم هتنقلي لي أنت؟ كنت عايز ننقله من بكرة. هو انا اللي هنسكن ولا انت اللي هتسكني؟ انت ايه حكايتك يا راجل انت؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي قلبك كده؟ تكون شامة اتجوزتك في البلد وانت مخبي عليا؟ كلامي اللي بتريده يا سكينة مهلبية. بلا مهلبية بقى بلا زفت. هو انا نقدر نستغنى عنك يا مهلبية؟ أسرة، هتيجي تعيش معايا ولا لا؟ ما احنا يعني بنشوف بعض يعني. بطل امور اللوعه دي، انت مش هتضحك عليا، ده مسكينه اللي ياما دقت على راسها تدور. اسمع، انت لو مش هتتعدل معايا اني مجنونه، وهنروح الكراكون ونفتشوا كل حاجه وتتربى بقى عليا وعليك. وطي صوتك يا سكينه، بلاش الزربونه بتاعتك دي يا بنت المجنونه. انت هتسكن معايا ولا لا؟ الله يخرب بيت جنانك. عارفه يا سكينه، اصل الزبيب وحشيته المقلبيه. شايفة القمر يا ريا؟ أنا مش شايفة إلا وشك قصاد. أنت مالك يا راجل أنت النهاردة مش على بعضك ليه؟ مش على بعض إزاي يعني؟ ما ما ماني على بعض ياهو. فيا حسب الله مال. أنا أول مرة نشوفك ملخلخ كده. أنا ملخلخ؟ ده أنا حتى جايب لك هدية تذكار يعني. تذكار ليه؟ أنت هتموت؟ أهو حلق غوازي معتبر عيار 21. عليك انت ايه اللي جرالك ده؟ انت عمرك ما عملتها. انا غلطان ان انا روحت لغاية الساغة بذات نفسيتي عشان اجيبهولك. انت بانك اتهطلت على كبر، ده انت ايه؟ بص انا هنخضك، انا بنكره الذهب عمى جتتي ما بتقولش. الله، طب ما انت كنت كل شوية تقولي لي فين واخد عرقي، نفسي نبقى زي اي ست ونتسيق بأي حتة دهب. انا كان بيبقى غرض نجر شكل وبحر. ايه اللي انت جايبني مقعدني عليه ده؟ انا لا بنطيق نبص للبحر ولا بنحب نشوف السماء ولا بنقبل القمر، انا ما بنحبش الواسع، انا قعدني في خن ضيق، انا نموت مزاج كده في خن ضيق. ظهر ان انا غلطت يا ريا، ان انا قلت مراتي حبيبتي. ده انت مالكش في الدنيا غيرها ولا حسب الله؟ حاول تفرحها كده ولا تجيب لها حاجه تبسطها.
لكن الظاهر ان انا غلطت. ما هو ده جزاتي. حسب اللي ربى خير من اللي اشترى، واحنا دفنينهم سوا. هات اخرك وراك ايه؟ انا هتجوز يا ري. صباح الخير. صباح الفل. جوزك؟ ايوه يا اختي. امال انت فين جوزك؟ انا مش متجوزه. امال عايشه لوحدك؟ زي ما انت شايفه. بتشتغلي؟ لا ابدا. امال ما تاخذنيش، يعني بتصرفي منين؟ اني شايفه يعني ان الحال متيسر. ما هو الخير ده كله بقى من ويليام صاحبي. ويليام؟ اه، قم باشا في الجيش الانجليزي، انما ايه، مش مخليني محتاجه ايات واحد. قلتيلي بقى، ده انت حمايه انجليز. استني خدي دول مني ليكي. كتر خيرك يا اختي. ما بيجيبش خمره؟ لا، لما بيكون مشتاق لي بيجي شارب جاهز. وانت ما بتشربيش؟ ساعات لما نكونوا متضايقة. أنا يا أختي مش عارفة من غير المدعوء ده كنا هنعمله إيه؟ لازم كنا هنطقه من القرف. لما يجيلك شوقك بقى تاخديلك كاسين بيقوليلي، وأنا عندي اللي يروقي. مش معقول، مش معقول لحد دلوقتي مش قادرين نوصل لحل في البلاغات دي يا إبراهيم. كنابة غيرنا طقم المخبرين مرتين وتلاتة، ومنتشرين في كل حتة، وبينفذوا التعليمات بالحرف الواحد ومفيش فايدة. طب والبلاغات اللي بتجيلك؟ بعرضها كلها على سعادتك. انا اقصد البلاغات التانية يا ابراهيم، بلاغات السرقة والنصب والبلطجة. احنا مش قلنا البلاغات دي ممكن توصلنا لحاجة؟ عملنا كده جنابك ومفيش نتيجة. ده تنظيم عصابي ومنظم جدا، واضح انهم بيختاروا ضحاياهم بعناية شديدة. ياه، تنظيم عصابي؟ ازاي بقى يا ابراهيم افندم؟ يبدو جنابك انهم فاهمين ومدركين حالة البلد كويس، وفاهمين ان الحكومة مشغولة بحاجات تانية زي المظاهرات ضد ميلز ووفده واعتقالات الطلبة والمتظاهرين. وإيه علاقة التنظيم العصابي بحالة البلد؟ ده بيخليهم جنابك يتصرفوا بقلب جامد، وحسب ظني إنهم بيكونوا عارفين ضحاياهم من قبل ما يعملوا فيهم حاجة. ده مندهش يا أخي. تعرف إبراهيم، لو كان ضحاياهم عسكر إنجليز كنا قلنا بيحاربوا الاحتلال، إنما يبقى فيه مصريين كده ده مستحيل. هما الإنجليز عايزين إيه أكتر من كده غير ان احنا ناكل في بعض وننهش في لحم بعض ويسيبوا البلد خرابة، سكانها يبقى شوية بوم وغربان وخفافيش ياكلوا في لحم بعض، ملعون ابو الاحتلال. ايه يا ابراهيم افندي، احنا هنقلبها سياسة ولا ايه؟ تفرقش كتير جنابك، ما هي سياسة برضو. ايه ده سكينة ده؟ ايه ده يا باب؟ ده اكل سواد، ده اكل انجليزي يا باب. البركه في صاحبتنا اللي قدامنا يا عبده. الراجل الخواجه يا اخويا داخل محمل وخارج فاضي، داخل محمل وخارج فاضي. فردوس اقوم حفظت اسمها يا ابو عين زيغه. اني عيني ما تزغش غير عليك انت يا بنت يا مهلبيه. شوف الراجل علي انا الكلام ده يا ولا، ايش حال شايفك وانت داخل خارج عمال بتبحلق فيها من تحت لتحت؟ حرام عليك يا شيخ، داني ما نعرفش شكلها ايه لحد دلوقتي. ملكة سكينة، انا اللي قطع فيا ايه؟ ان صاحبتنا فردوس دي مصاحبة راجل انجليزي، يعني خلاص مفيش رجالة في البلد، مصر خلصت من الرجالة. وهي يعني يا اخويا كانت لقت حد عدل وقالت لا؟ طب ده الخواجة ده مهنيها وملبسها الذهب من هنا هو لهنا هو، ومش مخليها محتاجة ايوها حاجة، وهو ما احنا بناكله من خيره. هو كمان بياكل من خير بلدنا، يعني الاكل ده مش غرمان فيه حاجة. مش كفاية انه دايس على شرفنا ومصاحب واحدة مننا؟ بالك يا سكينة،
فردوس والخواجه الانجليزي ده يستحقوا القتل. مساء الخير. مساء النور يا اخويا. دي خرجت يا اخويا ولسه ما رجعتش. قادلها كتير؟ قادلها حبه يعني. طيب انا هنمشي دلوقتي ونبقى نرجع بعدين. وتمشي ليه؟ ما تيجي تستناها انت. كتر خير. انا بنتكلم بصفه جد. تعال تعال اشربوا الشاي واستناها براحتك. ايوه. الله انت مكسوف ولا ايه؟ قال ما قدرش على الحمار قدر على البرداع. مش دي برضو يا اختي برداعة اسم النبي حرصه وصاينه سبع البرومبا جوزك؟ ساب لي البرداعة ولبس القلاجة وراح للسنيورة الجديدة. ما انت اللي هبلة. ده نفساني تدلدل. وياما قلتلك سبع البرومبا بتاعك ده ملوش امان. ويوم ما هتجيله الفرصة هيغدر بيك يا اختي ويديكي ده. واني من الاساس كنت خدت ايه من وشه؟ ما انت لو كنت بتسمعي كلامي. يعني عايزاني نعمل ايه؟ اني لو منك كنت نقطعه حتت وندفنه جنب اللي دفناه. وانت ما قطعتيش الدلعه دي ليه ودفنتيه لما سابك وراح لامه؟ اديك يا اختي قلتيها بعظمه لسانك. راح لامه ملفش على واحده غير. وبعدين ماني سبته وخدت حقي منه تالت وامتلت. لاني ما ينفعش نعمل كده. ليه يا عين اختك؟ لساكي بتخافي منه؟ انا يا بنت ما بنخافش من حد. وانتي اكتر واحده عارفه انني ما بنخافش من حد. انا اللي نعرفه كويس انك ما بتحبيش حد. ما بتحبيش غير نفسك وبس يا ريا. وعايزه الناس كلها تسمع كلمتك. وعايزه اللي في ايديكي ما يروحش لحد تاني غيرك. انت عارفه انت ليه مش راضيه تنتقمي من حسب الله؟ عشان انت محتاجاه له. انا المهم عندي الفايده. ده واحد تحت رجلي بيسمع وينفذ. يعني اجري زيه زي غيره. يزيد عليهم بقى انني بنصدره في كل حاجه. يعني ضرفة الباب اللي بنستخبى وراها. يبقى اني كده ما بننتقمش منه يا هبلة. لا ده انت ما فيش زيك يا سعبعان. دمك زي الشربات. ما انا اصلا عشرتهم الانجليز دول ايام المدعوقة، ايام ما كنت في السلطة. وغير الانجليز الاستراليين والهنادوة. يعني على كده يا سعبعان انت تعرف لغوتهم كويس؟ يعني انت عايزاني نيجي نقعد معاك انت والخواجه هو يرطم وانا نقول لك هو بيقول ايه؟ لا يا اخويا، بس انا يعني شايفه ان لغوتهم تقيله على قلبي ما بنفهمش منها حاجه. كمل كمل يا اخويا كمل. كان الهندي من دول يقف خدمه علينا واحنا بنحفر ولا بنبنى، والاستراري واقف وراه خدمه على مين؟ الهندي. يسلم فمك يا فردوس. ورا الاستراري قنبشة انجليزي انما زي الفل، وشهد كده واحمر زي عرف الديك. وكان الانجليزي ده يبقى سكران على طول، والاستراري مخنوق يعني امه. والهندي نايم. كنا احنا نعمل ايه بقى؟ كنا نجيب طوبه والاستراري يفز في الهندي، الهندي يفز فينا كلنا. استاذ عبد العال مش قادره. ما احنا كمان ما كناش قادرين، عشان كده كنا بنضحك بدل ما نعيط زي النسوان. والمرسى ابو العباس انت قعدتك حلوه وما يتشبعش منها ابدا. يا بخت سكينه بيك. ليه؟ هو الخواجه يعني مش بيضحك معاكي؟ بيضحك ده ايه؟ هو انا بنفهم منه حاجه؟ انا بنفهم كلمه وعشرة لا. خلاص يا فردوس، اول ما يجي ازعقي عليا بس، واني نيجي نقعد بناتكم هنا هو يرطن واني نقول لك هو قصده ايه. سكينة بتقول لي يعني ان الراجل منغنغك ومش مخليك عايزه حاجه. وده يجي ايه يا سي عبد العال جنب واحد الواحده تحبه وتديله عينيها؟ كل شيء نصيب يا فردوس، ومحدش يا اختي عارف النصيب فين. انت جيتي يا سكينه؟ ده سي عبعال قاعد مستنيكي بقاله ياما. كنت فين يا سكينه؟ اما تيجي تعدي معانا شويه. لا معلش، اصلا جايه تعبانه وعاوزه نستريح.
هتيجي يا عبدو؟ ماني جاي. ماني كنت مستنيك. أمير قوي سي عبعلده. وانت لسه شفتي حاجة من أموريته؟ هتفضلي ملوية كده؟ أنا كنت قاعد مستنيك لحد ما تيجي. مستنيني؟ أنت يا راجل أنت اللي دخلك أوضتها وقعدك تتسامر معاها. في إيه يا سكينة؟ مش جارتنا الست مهانش عليها نمشي ونستنوكي برا، غصبت عليا نخش عندها ونشرب الشاي. وكمان شربتوا شاي. وفيها إيه بس؟ أنت بتشك فيا؟ لا يا أخويا العفو. بأمارة ما دخلت عندها الأوضة وقفلتوا عليكوا الباب. كنا هذا المؤاخذة يعني هتسيب الباب مفتوح ليه؟ اشمعنى لما دخلتك انت قفلت الباب؟ ما هي اخويا مفندقة طول النهار اللي رايح واللي جاي شايف اللي بتعمله. اصلها كانت منظفة الاوضة ورشاها وخايفة الدبان يخش. يا عين امها بقى كانت خايفة من الدبان. بقولك ايه يا سكينة، سيبك من الكلام الفارغ ده وامي شوفينا لقمة ناكلوها. ده انا هنقتلك السم. رواية يا سكينة رواية رواية كده سكينة قلبي. واني نقدر نبص لحد غيرك انت يا مهلبية؟ وما كلتش عندها ليه؟ دي حتى عندها اكل انجليزي ولا الوقت ما كفاش؟ جرالك يا سكينة؟ امير قوي سي عبد العال ده. ولما هي مستأمرك كده يا اخويا ما رمتلكش لقمة ليه من اللي عندها؟ انا ما نقدرش ناكل الا معاكي ومن ايديك انت يا سكينة يا سكينة قلبي. واني اكل يجي ايه جنب اكلها؟ وبعدها لك بقى جرايه يا سكينة. الله، احنا مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ ايه خلاص ما بقتش طايق لي كلمة؟ يوه رواية رواية يا سكينة، انا ما نقدرش نبص لحد غيرك انت. هو الزبيب يسقط غير على المهلبية؟ معقولة يعني يسقط على البصارة؟ أنا مش مستريحة للولية اللي اسمها فردوس دي. دي مرة عينها بجحة وبكسة وبتشغل عبد العال. طب ما تشغل ورك عليه هو. ما انت عارفة تدخله وخروجه وتبقى لابسة له يا اختي المشخلع والعريان والألافرانكا عشان تزغل العين. انت مش بتقولي في راجل انيها؟ ايوه، خواجه انجليزي وش احمر متدهول على عينه كده وما يعرفش السما من العامه. لا يا راي، لا، الوليه دي لازم تموت. ما تقولي اللي في ضميرك يا سكينه. هي المره دي متسيغه؟ الا متسيغه، دي متسيغه فشل ايها سيغه. ولا هدومها؟ دي عندها شويه هدوم مش موجودين يا اختي عند واحده من ولاد الزواج. ان شاء الله تعدمهم. ايوه سكينه، ده انت من كده منها قوي. طب سيبيلي انا الحكايه دي، انا هنروح نشوفها ونعاين ونجيب قرارها، بس يوم ما نطبق عليها ما تبقيش انت موجوده عشان نعرف نتساير معاها ونعرف ما نتكلم. خلاص اللي تشوفيه، بس انا مش هيهدالي بالي لما نشوفها مدفونه هنا في ريح المرحومين. ستات يسع صباحك يا ست سكينه. السكنه مريحاك انت وسعبعان؟ الا يا اختي مريحاك، داني من كتر فرحتي هنروح الخماره ناخدوا لي كاسين عشان نكملوا اليوم كده واني مبسوطه، وهنرجع نقعد معاكي. انا لو كان عندي كنا نصبوا لك كاسين انجليزي معتبر، انما ايه؟ تسلمي يا فردوس، اصلا يا اختي متعوده على السكولانس اللي بنشربوه في الخماره. وحياتك لو حد جه سال عليا مسافه السكه وراجع. من عينيا الاثنين. فوتك بعافية. الله يعافيك. ايه
مين يا شاب؟ عايزة سكينة. بينها خرجت من شوية. ما تعرفيش يا اختي هترجع امتى؟ اصلاني عايزاها ضروري، انا اختها. الست ريا؟ ايوه. يا اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي استنيها عندي جوه. هي هتغيب يا اختي بره، عايزاها ضروري. هي ما بتقعدش في الوقت ده بره كتير، راحت الخماره، قيمت كاسين وراجع على طول. انا مش عارفه امتى هتسيب المدعوده يا اختي. اتفضلي تعالي. ايوه هنتقلوا عليكي. لا ابدا، اتفضلي. يا اهلا وسهلا يا اهلا. ايش ايش ده؟ ايه الاوضه الحلوه دي؟ ايه ده؟ لا تعالي اقعدي هنا، انا لسه منفضه الفرش. ما نتحرمش من ذوقك يا حبيبي. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. ده ما نقولكيش بقى، سكينة اختي مالها السيرة الا فردوس فردوس. تقولي خلاص يا ريا، انا بقى عندي اختين. القلوب عند بعضيها يا حبيبتي. ده احنا يا اختي نمسكوا الخشب عشان ما تنحسدوا. ايه ده؟ هو انت يا اختي بتتاجروا في البلوبيف؟ شوف البت سكينة ما قالتليش كنا ننفعوكوا. بنتاجر فيه ايه ده يا استراي؟ البلوبيف ده بناكله، بيجيب الكراتين. اني لو نعرف كنا نشتروا منك وننفعوكي. اني الوقتي بعد ما نشربوا الشاي هنعمل لك منه، مش هتلاقي زيه هنا ابدا. تشربي شاي ولا نعمل لك كاكاو؟ انا عندي كاكاو معتبر. كل اللي يجي من ايديك حلو. يا سكينة خشي خشي. ايه ده انت جيتي؟ عرفتي ازاي بقى انها هنا؟ يا اختي ماني كنت عارفة انها جاية، عشان كده جيت بسرعة قلت نلحقوها. طب نقومني بقى. لا دومي ايه؟ اقعدي اقعدي، ده انت قعدتك ما يتشبعش منها. تعالي يا سكينة تشربي ايه؟ ولا انت رحتي الخمارة؟ ابدا، ده يا اختي كنت بنقضي مصلحه بسرعه كده وجيت طوالي. نعمل لك كاكاو. ايوه يا سكينه دي عندها كاكاو، ما تقوليش لعدوك عليه. انت هتقولي لي يا اختي ماني شاربه قبل كده. اني لما ولي يبقى يجيب لي منه تاني هنبقى نشيع لك منه علبه. ولي ده مين يا اختي؟ ده الكلب بتاعك؟ كلب يا ري؟ ده وليام صاحبها يا اختي اللي جايب لها الخير ده كله اللي انت شايفاه. عسكري انجليزي، انما ايه؟ احي ما لقيتيش الا العساكر الانجليزي اللي تصاحبيهم. لا لا، نعمل ايه للبخت يا استرايا؟ انا كنت مصاحبه جدع مشارك اخوه في مغسله في شارع انستاسي، ولما قلت له نتجوز قعد يماطل، فعرفت انه مش ناوي مع انه بيحبني قوي. ولما زنقت وقلت له لازم يتجوزني قال لي لا، انا ما نتجوزش واحده كنت ماشي معاها. يبقى ينواكس البعيد. هو يا اختي يلاقي حد في حلاوتك؟ انت تتقلي بالده. اه لغايه دلوقتي عمال يبعت لي في ناس وانا مش عايزه نقابله، مع ان الجدع عاجبني وقعدته حلوه. ما يتخيرش عن سي عبد العال جوز الست سكينه. هو انت يا اختي عايشه لوحدك هنا بطولك؟ انا ماليش غير امي، هي قاعده في طنطا، بس كل شويه تيجي تشقر عليا وتطمن. وبتجيش تقعد معاكي هنا ليه؟ هي حابة تقعد في بلدها هناك، وبعدين يعني لو جت تقعد هنا على طول هتقعد فين؟ ده ويلي بيجي يوم فيه ويوم ما فيش، يعني لو جت مش هنقعد براحتنا. ايه رأيك يا راي؟ ايوه دي مستوية على الآخر. شفتي كلامها؟ قال ايه الولد اللي كانت بتعرفه ما يتخيرش عن عبد العال. دي ولية بقى بتاعت رجالة، اعرفي كده. خلينا في المفيد يا بت. المرة دي هنسحبوها ازاي؟ والعبارة دي هتكون فين؟ تكون يا اختي في اي حتة بس بعيد عن مطرحي. ده مطرحك انت بالخصوصي، محدش هيجي في فكره انها مدفونة فين. لا يا اختي، ده عبد العال طفش من المطرح اللي فات، عشان كده بيقولي ما يقدرش يبات في حتة زفرة. خلاص وقتها يبقى يحلها الف حلال. المهم انت تشطري عشان انت اللي هتسحبيه. اهو البيت قديله اكتر من شهر مقفول، استفدتوا ايه بقى لما طردتونا منه؟ انتوا عايزين تعيشوا فيه سفلقه؟ احي مش سي محمد قالك انه مستعد يدفع الايجار المتاخر؟ محمد السمني
اللي البيت اتقفل من تحت راسه عشان يدفع لي شهر ويبلطج عليا بالشهرين زي عادته. العافية يا سيدة. الله يعافيك يا اختي. خربتها وقعدت على تلها يا احمد يا جمال. ايوه قولي له يا سكينة. انا مش عاوز اتكلم معاكم علشان انتوا نسوان لبط. لبط؟ طب ابقى ورينا يا اخويا مين اللي هيسكن عندك بعدينا. يا اختي ده اديله شهر بيدلل. شوفوا ما اقول لكم، انا عاوز اسكن البيت ده لناس سمعتها كويسة، مش واحدة اللي داخل عندها اكتر من اللي خارج. انت بتنبط بالكلام ده على مين يا احمد يا جمال؟ مين دي بقى يا اخويا اللي شفت اللي عندها داخل اكتر من اللي خارج؟ اسمعي يا سكينة، انت لا ليكي كلام معايا ولا انا ليا كلام معاكي، وانت كمان يا سيدة، وتفضلوا امشوا من هنا. انتوا مش لقيتوا سكنة تانية غير السكنة دي؟ جايين ترموا بلاكوا عليا ليه؟ ده ايه النور اللي فج ده؟ الحمد لله على السلامة يا امي، وحشتيني قوي. لو كنت وحشك بحق وحقيقي كنت كنت سألت عليا، ولا كنت حتى فكرتي انك تطلي على امك؟ وحشاني وحشاني. ما انت عارفة ويليام ياما ما يقدرش يستغنى عني يوم واحد. وبعدين انت ما بتجيش ليه؟ ده ويليام بينبسط قوي لما يشوف. خش خش استريحي جوه عبال ما نزيح الغسيل ونفضي التشت. الله، طب والغسيل الوسخ ده هتوديه فين؟ نعملوه بعدين. خشي بس الجاي. بعدين استني انا هاخد معاكي فمين. تعالي يلا. قوليلي ازيك انت دلوقتي؟ عامله ايه؟ اي كويس. انت بتشوفي جميله فرج؟ قابلها ياما ما بتجيش. ليه ياما، انت عايزاها في ايه؟ لا ابدا مفيش، اصل امها بعتلها معايا صفيحه سمنه صغير. اوعى ياما تكوني نسيتي تجيب الفطير المشلتت اللي بيحبه ويليام. صباح الخير. يسعد صباحك يا سكينة، ما تيجي تسلمي على امي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك يا حبيبتي. اخواني بنقول البيت فج نوره. يا اهلا يا اهلا. ده منور بيك يا حبيبتي. تسلمي يا اختي، اما نقعد ناخد معاكوا فم. أنا خلاص قربت نخلص. بقولك ايه، فطرتي؟ ابدا يا اختي ما لحقتش، قلت اما نفطر مع راي. انا هنحضر فطار، اقعدي افطري معانا. لا معلش انت مستعجله. مستعجله على ايه؟ هي الدنيا طارت. ما تقعدي تفطري معانا يا حبيبتي. انا هنقلي بيضتين ونفتح علبة بولبيف. الروماتيزم نقح عليا تاني عشان حطيت ايديا في الميه. احسن حاجه تلف ايديك بخيط صوف. وانا هجيب الصوف منين دلوقتي؟ استني انا هنقوم نجيبه. صاحبتك دي أميرة قوي يا أختي. هاتي إيدك يا أختي. خدي يا فردوس، خلي الأسورتين دول معاكي لحد ما أسافر. ألف سلامة عليك يا أختي. كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك. تقال يا سكينة؟ إلا تقال، تاني عيني كانت هتطلع عليهم. غوشتني إنما إيه، يستاهلوا ناخدوا البت وأمها في تربة واحدة. أدي النسوان اللي تستاهل نتعبوا عشانها. صحيح. اسكت يا ريا، لو شفتي الخير اللي عايشة فيه اللي ما تتسمى فردوس، داني انقهرت على حالي وحالك. أني اللي دورته جبتها من شرقها لغربها، ما نعرفش نقع على راجل زي الإنجليزي ده اللي عايشة معاه فردوس ويطلع من نصيبها هي. ده اني هيموت من الغيظ. واللي كيدني إنها حط عينها على عبد العال. طب تبدلني، تاخد حسب الله لعبد العال وناخده احنا الخواج. ضحكتيني يا سكينة. هو عبد العال وحسب الله دول يسووا حاجة في سوق الرجالة؟ عندك حق، دول عايشين عوالة عليا أني وإنتي. بس أنا من كده أو من ولية فردوس دي. بزيادك بقى يا سكينة، قال لو سيدي عماد نروح نخلصوا عليها هي وامها نبقى واحد. لا واللي زاد وغطى عاوزاني نروح معاها الصغة النهاردة. هتشتري ولا تبيع؟ معرفتش. أصل زي فردوس دي
ما تبيعش تشتري، يلا زيادة الخير خيرين ويبقى حق تعبنا وشقان. يعني انت مش عايزة تشتري حاجة؟ هو أنا ناقصة دهب يا سكينة؟ أنا عايزة بس ندهن عروسة برقعي وعروسة برقع أمي بمية الدهب ونلمع خاتم ويليام وننضفه. أنا بنحسبك كنت عاوزة تشتري، أصلاً كنت هنعرفك على حتة سايل، إنما إيه؟ كان حيكرمك في المصنعية آخر كرم. تعالي نخش الدكان اللي هناك ده. يلا. طب دول يتكلفوا 85 سعر. مش مهم، المهم هيخلصوا امتى؟ بكره زي الوقت. ايوه، ما ينفعش قبل كده؟ لا، شغلهم بياخد وقت كتير. هو انت يعني هتعمل ايه؟ ده انا كنت فاكرك هتخلصهم واحنا قاعدين. انا نحب نعمل شغل مظبوط، استني بكره وانت تشوفي. سكينة عندها حق، النهارده احسن من بكره. هي قالت لكم امها هتسافر امتى؟ انا اللي نعرفه ان امها جايه تقعد عندها يومين. يومين؟ يعني ممكن يبقوا ثلاثه وممكن يبقوا اربعه. انا بس خايفه يا رير الوليه تسافر وتاخد الاسورتين من بتها، كده هنخسروا من الغله كتير. انتوا اصلكم لو شفتوا الاسورتين هتقولوا النهارده قبل بكره. خلاص، لو قدرتي تسحبيها بكره يبقى خير وبركه. لا بكره، لا بكره صعب قوي. اللي صعبه بكره دخلتي. دخل عليك وابو الفرمك يا بعيد. ما دخلتك دي يعني ما ينفعش تتاجل شويه، يعني هي الدلعه دي هتطير. لا ما ينفعش، انا خلاص اتفقت مع امها وخالها. خلاص يا اخويا، نخلصوا العباره دي قبل ما تروح لعروستك. كان كده انا ما عنديش مال، لكن لو اتاخرت هسيبكوا وامشي. ما بلاش خوطي الدماغ بقى، هنقولوا لعربي وعبد الرازق ولا هنقنطرهم في العبارة دي؟ لا، العبارة كبيرة لازم يبقوا معانا. هو عبد العالم مش معانا ولا ايه؟ لما نبقى نشوف ميته. يعني جدعتها مش مستريحة حاله. اطمني، انا هنعرف نشنكله ونجيب رجله في العبارة دي. هي مش كتعينه من الحرمة دي، ماني هنخيروه، يعني يا هي. انت بتقولي يا سكينة؟ تمشي الولية دي برضو اكلت معاها عيش وملح. وايش دخل العيش والملح في الشغل؟ ما احنا يا اخويا ما اكلنا مع اللي قبلها عيش وملح. انا هنجيبولك بالاخر يا سكينة، انا ماليش دعوة بالموضوع ده، ولو نفذتيه مش هتشوفي وش مرة تانية. وش معنى دي اللي محموق عشانها قوي كده؟ يبقى اللي في ضميري صح. ايه هو اللي في ضميرك يا سكينة؟ انت في بينك وبين المرة دي حاجة؟ طب تحب نحلف لك بايه ان مفيش حاجه بيني وبينها؟ امال محموق قوي كده ليه؟ عشان صعبانه عليا، الحرمه بتحبك زي اختها، تقوم عايزه تقتليها. وطي صوتك هتودينا في داهيه. ما احنا رايحين في داهيه. رايحين في داهيه، رايحين في داهيه. عليا النعمه لو ما شاركتش المره دي، لأكون رايحه كراكون ومبلغه على كل حاجه. يا سكينه انت كل شويه تهدديني التهديد ده. انا مش بنهددك، أني مجنونة ونعملها. أني مش طايقة نعيش والمرة دي قدامي وعارفة إن في بينها وبينك حاجة. أني ما ننضربوش على قفاه يا عبد العال. كده هنتأخره على نسايبي. استنى شوية، ما تبان ريا ولا سكينة. يظهر النهاردة مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ ده إيه الرزالة دي؟ أمال جابوني ليه؟ ما أنا قلتلكم الأول، سكينة دي مرة خايفة، ده ما تعرفش تسحب حتى عرسها. Thank you.
مش قلتلكوا؟ قوم انا بقى اشوف اللي ورايا. تشوف الساعة ده حسبه. مبروك مقدما ليله ليلتك ابو بديعة. تحب نوصلوك؟ لا الله يخليك، قال لنا تعبوكم معانا. لا 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 لا، لازم اوصلوك عشان اسامك اعرف ان وراك عزوه. الله، ايه مالك يا حصب الله؟ ما تفرض امار يا راجل، ده ليله ليلتك، ولا كنت عايز تدخل على عروستك زفر بدم الست دي؟ لو انت الصادق، كان نفسي ندخلوا عليها شايلين ومحملين، كان امل كبير في العباره دي. تصدق عربي؟ هتصدق ان شاء الله. الظاهر ان العروسه دي ادامها محلي ولا ايه؟ معاك حق والله عبد الرازق. هو ايه اللي معاه حق عرب؟ اديك شايف العباره مكعبله مش عايزه تخلص. يمكن مكتوب لها تعيش كام يوم. شفت بقى الوليه لسه لها عمر. ما هو بس لولا الزفت الخواجه بتاعها ده جا النهارده. بقول لك يا سكينه، ما تشيلي الولية دي من دماغك. أنا قلت لك يعني يا هي، ومش عايزة بقى كتر كلام في الموضوع ده تاني. طب احنا مش هناكل ولا ايه؟ أنا عاملة لك سمك حار ونار في جتاتك. ولازمته ايه بقى تطفحولي؟ احنا ناخدوها من قصيرها وروحوا ناكلوا بره. وعلى ايه الدلعه دي؟ ما تروح يا حبيبي احسن تاكل عند حبيبة القلب اللي قدامنا. ما انت بتقولي جوني جوه. اسمه ويلي مش جوني. ويلي ولا جوني كلهم ولاد صارمة قديمة. ايه غيران منه؟ لو انت الساده قرفان منه. انت ناسي يا سكينة انهم محتلين بلدنا وكاتمين على نفسنا ونهبين خير بلدنا. عامل لي فيها وطني قوي. لا فيك الخير يا ولا. بدل ما كنتوا تقتلوا مصريين كنت تقتلوا ولاد الصرمة القديمة دول. أقلها كان نبكوا سواب فيهم. ولا فيش وليد بيتفطن.